وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور جاسم حاج جاسم، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. سيد حاجي، بداية نرحب بك. ماذا يمثل لكم هذا الإنجاز الدولي المستحق؟ مساء الخير. طبعا شهادة ISO 27001 بحد ذاته مهمة بالنسبة للشركات في أمن المعلومات، إنما تميز الشهادة بالنسبة للمركز إن إحنا حصلنا على الشهادة في تطبيق برمجيات الذكاء الاصطناعي، وبالأخص في برمجيات مفتوحة المصدر اللي يسمى بالأوبن سورس، لأن في تحديات في البرمجيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدام أمن المعلومات. كما تدرون أنه ممكن اختراق الشبكات أو البرمجيات عن طريق البرمجيات اللي ما تكون مغلقة الصدر، احنا نسميه بالكلوز سورس أو أوبن سورس. لذلك احنا من الأوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط اللي يحصل على شهادة ISO 27001، وإنما أيضا في نسختها أو الجديدة اللي بيسموه إصدار 2022 للعملاء اللي قدروا يحصلون على هذه الشهادة. لذلك المركز متميز بالمعلومات والبيانات والتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يعد من أوائل المراكز في المنطقة. دكتور، في سياق ما ذكرته، يعني نيلكم لهذا الاعتماد لم يأتي من فراغ، بلا شك هناك معايير أهلتكم لنيل هذا الاعتماد من الآيزو، هل لك أن تطلعنا عليها باختصار لو سمحت؟ طبعا في عدة معايير، أهمهم يعني التركيز على حفاظ على سرية البيانات. كنا نعمل مع كثير من الجهات في القطاع العام والخاص، وتدابير الاستباقية لناخذهم، والدقة في تطوير البرمجيات من بداية المشروع لنهايته ومراجعتهم طبعا، وفي إشراف مستمر من جهات غير القادر العملي في هالموضوع. طبعا احنا عندنا ايضا خطط مستقبلية في نيل شهادات ISO في الذكاء الاصطناعي في البرمجيات، أفضل ما يسمى بال ISO 23-53 وأيضا ISO 42001 اللي أصدر قبل أسبوعين، وبنحط أيضا من الأوائل من المراكز دوليا اللي إن شاء الله سوف يحصلون على هذه الشهادات، أيضا تعتبر مصداقية وترسيخ دور المركز الإقليمي في الذكاء الاصطناعي. نعم، إذن الدكتور جاسم حاجي جاسم، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك.